يعطيك العافية أبو عبدون. أهلين أبو ديب وأهلين وشهلين. شو صحيح الله؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ شو الحمد لله، لساتك مشبشب والله. الحمد لله. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. الله يخليك. إيه أنت؟ مو أنت عدنان أبو عدنان الملاح اللي كان ساكن بحارتنا هون؟ إيه أنا. خير؟ شوف يا أستاذ، أبوك الله يرحمه، لأنه ما بيجوز ما نترحم عليه. استعار من عندي طاحونة البن نحاس من شي 23 سنة وما رجع لي اياها لحد هلا. بيجوز هالشي سيد عدنان؟ هي على راسي، بس يعني شو المعنى؟ ليكو على هالسؤال السخيف، ليكو المعنى انا بدي اياها فورا، هلا اليوم قبل بكره، واذا ما رجعت لي اياها قسما بالله ما بسامحه لابوك، ما بسامحه. والله اذا كانت موجوده عنا يا عمي فهي رح ترجع لك من عيني هي قبل هي. عندكم؟ شو مو عندكم يعني؟ عندكم وين بتروح؟ أبوك استعارة وما رجعها، بقى روح يا روح أمك واسأل أمك، وأكيد هي بتعرف وينها. بس يا ابني أنا ما بتذكر إنه أبوك استعار شي من أبو ديبو. بعدين هذا الرجال بخيل كتير وطماع، ما بيعين شي لأبو بوعينه. أمي ما بعرف، هو هيك قال، وقال إذا ما رجعنا له ياها لطاحونة البن ما رح يسامح له بابا. الله أكبر عليه، هلا شو تذكروا فيها بعد 33 سنة؟ قال تذكرها لما شافني بالحارة. بقى الله يخليكي يا أمي، دورينا عليها منيح وخلينا نخلص من لسانه. خلاص لك ابني ولا يهمك، رح دور عليها بين الكراكيب على السقيفة، مع إنه من 3 شهور عزلت السقيفة وما شفت شي من هاد. ايه منيح هيك هيك، ايه منيح قصي هيك منيح. ايه مرحبا شنتر حفانة. نعم. الله ينعم عليك. شو 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 صار بالطاحونة؟ صدقني يا عمي انه ما لقينا شيء. شلون ما لقيتوا شيء يعني؟ صدقني يا عمي، شلون يعني؟ طارت الطاحونة، ركبت جناحات وباي باي، طارت. الله وكيلك يا عمي ابو ديبو، ما خلينا مكان، نكتنا البيت فوقاني تحتاني وما لقينا شيء. يعني يمكن بابا الله يرحمه بيكون رجع لك اياها وحضرتك نسيت. لا حبيبي لا، ما رجع لي شيء، هالشيء ما صار منوب، لانه لو كان مرجعها كنت لقيتها عندي، وعندي انا ما بيضيع شيء منوب. شو شايفني قدامك؟ خرفان يعني ولا سهيان؟ لا على سلامتك عمي، على سلامتك، بس يعني حضرتك متاكد انه الوالد الله يرحمه عارك اياها؟ طبعا متاكد، متاكد مثل ما لي شايفك قدام عيوني. شيء بقى اسمعني يا عدنان ولا تعلل لي قلبي، قلبي على الان على نتشي. طاحونة البن بدها ترجع، يعني بدها ترجع. طيب وإذا ما رجعت عمي؟ بدبعك بدبعك فردب أو دبقتي ما لقليلة يرجع أخذ العلم، ومن ثم ما بسامحه لأبوك، ما بسامحه ما بسامحه منوب، ولو طبقت السماء على الأرض. فهمت ولا ما فهمت؟ عال والله عال. هنا خذ عمي. شو صار معك؟ ما لقيت شي. ولا راح تلاقي شي لك ابني، لاني دورت قبلك وما لقيت شي. بقى انزل ولا تعذب حالك. ما قلت لي بدك شعريه ولا فطر؟ فطر امي فطر. الو نعم. اهلين عمي ابو ديبو. شو صار معك عدنان؟ ما لقيتوا طاحنة البن؟ لا والله ما لقينا شي. ايه وشو العمى؟ والله العظيم ما بسامح الوالد إذا ما رجعتني، ما بسامحه من نوبة، بدي بقى أكفر دبقة. الله وكيلك، ما خلينا محل بالبيت وما دورنا فيه وما لقينا شيء. معناته أبوك الله يرحمه، لأنه ما بتجوز على الميت إلا الرحمة. يا بايع لفلان يا عايرة لعلاك البان. لك لا، شو هالحكي اللي عم تحكيه يا أبو ديبو؟ طب وين لكان وين؟ فهمني، بدي أفهم، فهمني حتى أفهم. شو بيعرفني أنا؟ هلا لا تعمل لي حالك بجهم وما بتفهم. دور على الطاحونة ورجع لي اياها، قسما بالله من اليوم يلي استعار الوالد، ما تهنيت، ما تهنيت بفنجان قهوة واحد، بقى دور عليه ورجع بالله خلاصة. يلا اوام، الله معك. وبعدين يعني شو الحل؟ ولا يهمك، أكيد في حل. يعني هلا هي حبيب بتطحن قهوة؟ بتطحن قهوة وهيل كمان.
طيب قديش بتسوى؟ قديش حقها يعني؟ هاي اخي 6000 ليرة. اوف، وليش 6000 ليرة؟ ايه مو كتير؟ اخي هالشغلات ما عاد تلاقي منها بالسوق، وكلها كم سنة زمان وبصير شغلي اسري. بتصدق من يومين بعت لواحد سايح وحدة مثلها تمام ب 8000 ليرة؟ ايه بس انا مو سايح، انا موظف على قد حالي. طيب بسيطة، رح اخذ منها 5000 منيحة. امري لله. شرف اخي. وهي 5000 ليرة. عوض عليك. بس ما قلت لي شو بدك سايب هالطاحونة؟ بدي رجعها لابو ديبو. السلام عليكم. أنا عدنان ابن أبو عدنان الملاح. لحظة، هذا أنت؟ شو صار بالطاحونة؟ يا سيدي لقيناها. تفضل. لحظة، شفت شلون أبوك كان مستعيضة مني 33 سنة؟ أنا ذاكرتي قوية، ما بنسى منوبها، ما بنسى شيء منه. ولقتوها بالأبو بين الكراكيب. وشو أخذ على أبوه؟ هلا انت بدك العنب ولا بدك تقاتل الناطور؟ خلاص اخي، هاي الطاحونه وصلى الله وبارك. استنى لالك، استنى لالك اشوف وين صاحب انت. طاحونه شغاله ترى؟ روح جيبوا لي بن محمص حتى نجربها. روح. ولا يهمك، انا جربتها بايدي شغاله، لا تخاف. ماشي الحال، الله معك. ثبت ثبت. سيد عمنا، سيد عمنا، انت هون وانا صنك هني. خير؟ شو في؟ اتذكرت يا سيدي، هذا الوالد الله يرحم طلابه، لانه ما بتجوز على الميت الا الرحمه، استعار من عندي من مده شي 23 سنه طعم دولات نحاس مع ملعط ومنقه، ولحد هلا ما رجع لي اياهم. ليش ما رجعهم للمنظوم؟ بيصير هيك. حسبي الله ونعم الوكيل. وليش لحتى يستعيرون؟ والله ما بعرف، يمكن كان وقتها جاي من الحج على ما اذكر، ايه، وحب يضيف الناس قهوه مره. ايه، وما رجعون؟ سم الموت، ما رجع شيء، بس شاطر لي يستعير ويموت. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وانت ليش ما طلبتوا فيهم؟ ومين قال لك ما طلبتوا؟ مين؟ بس الله يرحمه، والرحمه ضروريه. كان يدفشني على اليوم وعلى بكرة وهالجمعة وهالجمعة اللي بعدها، ومات وما رجعوا. أنا على حسب علمي لا شفت دولات ولا شفت ملقط. اسأل والدتك، أنت كنت صغير، أكيد والدتك بتعرف وينه لأنها كبيرة. يا ابني الله وكيلك، لا أبوك استعار شي ولا أنا شفتهم. يا أمي، أبو ديبو عم يقول إنه بابا الله يرحمه أعطاه إياهم يوم اللي رجع من الحج. لا مو صحيح هذا الحكي، مو صحيح بنوب. اصلا لما رجع ابوك من الحج نحن ما ضيفنا للناس غير راحه بالفستق وفنجان قهوه حلوه. العم على العلقه. طب شو بدنا نعمل مع هالزلمه؟ اسمع لك، اذا اجى لعندك مره تانية لا ترد على ابنه. الله يرحم ترابك. شو صار بالخطط تبع الحاره يا مسامي؟ ما صار شيء، على خطط ابنك. شو قال عم تستنوا؟ مهندس هيك بده. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين عمي أبو ديبو، تفضل. خير أمور؟ ما بدي أتفضل بلا شيء. قلي باختصار، لا تلعي لي قلبي عدنان، شو صار معك أنت؟ آه؟ وين دولات القهوة والملقط والمنقى؟ صدقني يا عمي أبو ديبو، دورنا بكل قرنة وما لقينا شيء. أنا ما بتعرف على الحكي الفاضي، أنا حقي بدي إياه ما بتنازل عنه. هذا إذا كان لك عنا حق، لانه الوالده عم تقول يا عمي ابو ديبو انه الوالد الله يرحمه ما استعار منك شيء. مستحيل هالكلام هذا، مستحيل. الوالد استعاره، وبالعلامه رح اسلم عليه انا وابو صبري الله يرحم طلابه ويحسن اليه،
ومين وابو صالح كمان الله يرحمه الثاني وصعانا قهوه بالدول النصانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب عمي ابو ديبو على راسي من فوق بندور لك عليهم مره ثانيه، انتوا بتامروا اكيد رح تلاقيهم الا اذا كان الوالد الله يرحمه مدلهم بشي محل يعني. خاطرك هلا تنيني. الله معك. الله يرضى عليك الهي، الله يرضى عليك ويسعدك. شوف عدنان قسما بالله والله على ما اقوله شهيد ما بسامحه اذا ما رجعت لي اياهم وبدبقك بدبقك دبقه محترمه ودبقتي مالها قليله بدبق انا يوم ساخذ العلم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. سدت نفسنا. إيه ممتازين هدول. إيه بلاقي عندك شي ملقى مبين عليه إنه قديم. إيه عندي على عيني. يلا بمعيتك. إيه معلم. هاي ملقى عمي ها؟ اللي ما حتراعينا فيهم؟ اخي والله راعيتك ما في الكفايه الله يخلي لي اياك. لا حول ولا قوه الا بالله. حط عوض عليك وعلينا. نزل اخي الحشود حشود نزلوا. ايه عمي ابو ديبو تفضل، هي دولات النحاس وهي الملقط مظبوط. باقي الملقط. ايه موجود عمي ابو ديبو موجود. هي الملقط وهي صحن المنقل كمان. هلا انت عيني وجيني. هذا هو. هذا هو بذاته، هذا الملقط هاد يلي عرته للوالد الله يرحمه. بتعرف يا عدنان انه انا بحب الملقط كثير؟ ليش والله ما بعرف. يعني من لما كنت صغير من لما كانوا ينادوني ابو ملقط، ليش والله ما بعرف. والله معهم حق. بدك مني شيء لسا؟ لا والله ابدا حبيبي، الله معك وقلبي داعي لك. السلام عليكم. اهلين حبيبي، مع السلامه يا روحي. ابو ملقط تريني بعرف ركب قصص معدتي، ما بني شيء فيني البركه. استاذ عدنان. ايه محمد. المدير عايزك. ما قال لك شو بده؟ والله ما قال لي، بس قال لي عايزك. ماشي. اهلين استاذ عدنان. الاخ ابو ديبو عم بيقول كان جاركم بالحاره القديمه، ووالدك الله يرحمه استعار منه طاقيه وعكازه وكبوت من شي 25 سنة وما رجعهم، ولما بيطلبهم منك تتهرب منه، هيك عم بيقول. يا أستاذ حيدر هذا الكلام مو دقيق بنوب، لأنه أنا على حسب معرفتي أن الوالد لا استعار كبود ولا استعار طائية ولا. أنت كنت صغير صغير كثير في الصعون يعني، شو بيعرفك تخبيصات أبوك؟ أبوك كان خبيص. يعني معقول أبو ديبو يفتري عليكم هيك من باب للطاقة؟ والله ما بعرف ما بعرف والله. إيه شو أنا شو أنا شو أنا قلبت حرامي يعني أنا صار أنا؟ يا أستاذ عدنان الله يرضى عليك، هلأ بتروح فوراً وبتدور له على العكازة والكبوت والطائية وبترجع له إياهم. ما بدي تطلع إشاعة لأحسن مهندس عندي إنه نصاب. بس يا أستاذ حيدر هاي ثالث مرة بيفتري علي فيها وأنا. لك سمعني على الحكي اللي مصدق يسمعه، قال أنا عم بفتري عليه. يا سيدي لو كنت انا عم بفتري عليك، لو كنت عم بفتري عليك ما كنت رجعت لي طاحونة البن ودولات القهوة والمنقل والملقط. خلص يا ابو ديبو خلص، الاستاذ عدنان راح يرجع لك كل شيء وانا بضمنه. شو قلت اللي والده استعار منك؟ الكبوت والطاقية والعكازة المصدفة. ها
هذا كبوت ابوك الله يرحمه، وهي طاقيته، وهي العكاز تبعه، صار لي مخبيتهم 10 سنين. قلت لحالي لازم خبي شيء من ريحه المرحوم. بس انت ما قلت لي شو بدك تساوي فيهم. بعدين بتعرفي امي بعدين. بس وينها؟ اوعك تعطيهم لهذا الخرفان البخيل ابو ديبو. ها لا تخافي، افتح الباب. مينو؟ عم بقول لك افتح الباب. مين؟ مينو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مينو انت؟ انا ابو عدنان. ابو عدنان؟ ايه ابو عدنان، جارك الله يرحمه. شو ما عرفتني ابو ديبو؟ شو بدك مني؟ اخيلك لا تأذيني ولا بأذيك ان شاء الله. لا تأذيني ولا بأذيك. جاي رجع لك القراب اللي استعرتهم منك. نسيت لقلك، هاي العكازي وهي الطاقية وهذا الكبوت. نسيت وبقيان غير الكفن. استنى لأشلح لك يا أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حوالينا بلعبنا، حوالينا بلعبنا يا ربي. وي وي يا أمي، يا أمي وي. شو قصته ابو ديبو؟ صار له 3 ايام مسكر على حاله الباب وما عم برضى يفتح لحدا. كون مات يا جماعه. لا تخاف علي، ها طلع مثل الجن. اعملوا حالكم مو شايفينه. عمي ابو ديبو، عمي ابو ديبو. لك شو بدك مني؟ شو بدك مني؟ ما بدك الاغراض اللي وصلتني عليه هون؟ أنا غلط. الكبود والطاقية والعكاز. وقال لك عند الوالد شافت قماشة بيضة. بقى ما بعرف هي ليش يعني. شوف شوف عدنان، أنا من هلا ورايح لا بعرفك ولا بعرف أبوك ولا العيلة كلياتها. بقى حل عني الله يرضى عليك. لا تدبقني. يعني سامحته لأبي؟ يا سيدي سامحته، سامحته. اشهدوا علي يا ناس، انا سامحت ابو عدنان حيا وميتا. سامحته يا ناس، بس بعد عني، بعد عني ولا تورجيني خلقتك منوب الله يرضى عليك. قل هو الله احد الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله صمد.